دكتور يوسف أحمد يوسف، هو أستاذ مساعد بجامعة مصر الأشعة مست، تمام. وطبعا هو قريب من التخصص بتاعي برضو، بيشتغل كاردياك وشيست إيمجينج، وأنا سعيد إن أنا أقدمه. المحاضرة بتاعته هتبقى عنوانها برينسيبل أوف كاردياك إم آر آي تكنيكس. طبعا الدكتور يوسف عانى شويه، المحاضره بتاعته للاسف ما فتحتش، بس ايه قدرنا في الاخر ايه نقدر نفتحها. ولغايه ما يكون جاهز بقى، لو حد عنده اي سؤال يعني كده في اللي فات يعني كده. الدكتوره هند هنسالها عن اليوز اوف كونتراست ميديا في الام في الفيتال ام ار اي بقى، لغايه ما الدكتور يوسف يكون جاهز. امتى نستخدم كونتراست ميديا في حاله بريجنسي؟ دقيقة واحدة يا دكتور. هو احنا الجادولينيوم طبعا ما لسه الى الان ما ذكرش ان هو حصل فيه سايد افكت، فهو ما هواش كونترا انديكيشن، ولكن هو لو هيطلب هيطلب لو في فيتال مالجنسي، لو في حاجه في يعني في فيتال مالجنس عايزين يشوفوا بقى الدينينيشن بتاعه مش باين خالص بالالترا ساوند. ودي حاله شفناها كانت حاله كاردياك مالجنسي، كانوا فاكرينها يعني عايزين يعملوها هل هي رابدو مايوما ولا يعني ولا لا، فبعتوها لنا وهم كانوا يعني اتاجلت انها عايزين يشوفوا هي طالعه من فين بالظبط، من ليفت فنتريكل ولا ايه. فدي ممكن من الحالات اللي احنا نقدر نشوف فيها الكونتراست ايميديا، بس الى الان ما اتطلبش وما اتعملش. لكن هو مش كونترا انديكيشن وما فيش اي حاجه اف دي اي ابروفد ان في يعني في سايد افكت لي. دكتور يوسف اتفضل. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم عن كاردك ام ار اي باختصار. هو طبعا الكاردك ام ار اي انا عايز اطلع منه بثلاث حاجات: اناتومي فيسيولوجي باثولوجي. الادفانتج بتاعته طبعا عن السي تي ان هو ما فيش ايونايزنج راديشن، ونقطة مهمة جدا ان هو دايناميك، يعني بقدر اشوف الهارت وهو في الموفمنت. الليميتيشن بتاعته لو انا بتكلم على كورونري يبقى طبعا السي تي افضل من الام ار اي في مسألة الكورونري. الكاردياك ايميجنج بلينز بتاعتنا زينا زي الام ار اي، زي السبكت، زي الايكو. خلاص في عندنا ريفرنس لاين مهم جدا لازم نبقى عارفينه كويس جدا، هو اللاين اللي بيعدي من الليفت فنتريكل، من الايبكس بتاع الليفت فنتريكل الى الميترال فالف. ده ريفرنس لاين مهم جدا لازم نبقى عارفينه. الفيوز اللي هنشوفها في الام ار اي زي الفيوز اللي بنشوفها في الايكو بالظبط. اول واحد اللي هو الشورت اكسس فيو اللي احنا شايفينه ده، بيبان عندنا اهو ده الليفت فنتريكل زي الايكو بالظبط. ده اسمه شورت اكسس فيو، يبان الليفت فنتريكل كده حاجه زي الدايره، ده الشورت اكسس فيو. في عندنا حاجه اسمها الهوريزونتال لونج اكسس فيو، وده برضو زي الايكو بنسميه فور تشامبر فيو، نقدر نشوف فيه الفور تشامبر اللي هم التو اتريام والتو فنتريكلز. والثالث في عندنا الفيرتيكال لونج اكسس، ده زي الايه التو تشامبر فيو، بيبين لنا ايه؟ بيبين لنا الليفت فنتريكل والليفت اتريام. يبقى احنا عندنا في ثلاثه فيوز اساسيين اللي هم الشورت اكسس اللي يبان الليفت فنتريكل زي الدايره كده، والهوريزونتال لونج اكسس اللي هو الفور تشامبر اشوف فيه الاربعه تشامبر، والفيرتيكال لونج اكسس اللي بشوف فيه الايه التو تشامبر فيو. طيب في فيوز اضافيه اقدر اشوف الليفت فنتريكولار اوت فلو فيو، ده اللي بشوف فيه الليفت اتريوم ليفت فنتريكل، واشوف الاوت فلو بتاع الليفت فنتريكل اللي هو الاورت، ده اسمه ليفت فنتريكولار اوت فلو فيو. ممكن اشوف ده بالنسبه للرايت، زي ما شفنا ليفت فنتريكولار اوت فلو اقدر اشوف الرايت فنتريكولار اوت فلو، ادي الرايت فنتريكل وده البلمونر ارتري هو خارج من الايه من الرايت فنتريكل. تمام. عندنا في الهارت في حاجه اسمها سيني ايمجنج. ايه قصه السيني ايمجنج ده؟ هو ريال تايم سيني، باخد ايمجز لزان 1 سكند بير سلايس وذاوت بريث هولد. بالنسبه للهارت، عشان الهارت في عندي مشكله الكارديك سايكل في موشن، فاعمل سينكرونايزيشن مع الاي سي جي، لازم ابقى ماشي مع الايه الاي سي جي. ايه قصته؟ كل جزء من الكارديك سايكل بيبقى بريزنتد بحاجه اسمها كي سبيس.
كل كيس بيس شايل داتا من الكاردياك سايكل. مجموع الكيس بيسز دي اقدر اعمل منها السيني موفمنت. بستخدم سيكونس في السيني موفمنت اسمه ستيدي ستيت فري بريسيشن، وابتدي احصل على صور سيني موفمنت. الايمجنج بتاعي في البلاد بيبان البلاد بتاعي بشكل من اتنين، يا اما دارك بلاد زي ما انتم شايفين اهو، البلاد ده عندي هنا في الهارت دارك، وده بعتمد اساسا على السبين ايكو او الدبل انفيرجن ريكفري. ممكن احصل من السبين ايكو على تي 1 تي 2 بروتون دينستي. التي 1 لو انا بدور على اناتومي، التي 2 البروتون دينستي لو انا بدور على بعمل تيشو كاركترايزيشن. ده كان الدارك بلاد. النوع الثاني اقدر اشوف وايت بلاد زي ما احنا شايفين هنا، البلاد وايت بعتمد فيه بالاساس على السيكونس اللي لسه قايلينه من شويه في السيني ايمجنج اللي هو الستيدي ستيت فري بريسيشن. اهم ميزه له طبعا اللي هو الوايت بلاد ده، انه فاست اكوزيشن، اقدر اشوف حركه الهارت في اثناء الموشنز. يبقى كده احنا قلنا اول حاجه الفيوز بتاعه الهارت، وعرفنا ثلاثه فيوز. بعد كده اتكلمنا على الدارك بلاد والوايت بلاد. في لو انا عايز ادرس الفلو في الهارت، بستخدم سيكونس اللي هو الفيس كونتراست، حاجه شبه الفيس كونتراست اللي بستخدمه في سي اس اف فلومتري. يعني لو انا عايز اشوف الفلو في الاورطه، بستخدم الكونتراست بتاع الفيس كونتراست علشان اقدر اشوف الفلو في الاورطه. واقدر اعمل فلو ميجرمنت بقى، اقدر اشوف الستروك فوليوم، كل حاجه خاصه بالفلو. في سيكونس بستخدمه تاني اللي هو انفيرجن ريكفري سيكونس، وده اللي هو انتم بتسموه الستير. هو فكرته ان احنا بنستخدم اكسترا 180 بلس عشان مش عايز سيجنال من البلد، انا عايز اشوف الميوكارديوم، انا كده مش محتاج اشوف سيجنال من البلد، وبالتالي اي ابنورمال سيجنال في الميوكارديوم اقدر اشخصها بالستير سيكونس. اللي احنا شايفينه ده، الفيو اللي احنا شايفينه ده شورت اكسس ولا تو تشامبر فيو ولا ثري تشامبر فيو وفور تشامبر فيو؟ اللي احنا شايفينه ده شورت اكسس ولا تو تشامبر ولا فور تشامبر فيو؟ ده شورت اكسس. طب شورت اكسس على اني فنتريكل، الليفت ولا الرايت؟ الليفت. انا مهتم جدا بالمايوكارديوم بتاع الليفت فنتريكل عشان لو في اي باثولوجي اقدر اشخصهم من الايه، الشورت اكسس. حاجه ثانيه بنستخدمها في الهارت اللي هي الكونتراست انهانسد. هبتدي احقن كونتراست جادولينيوم. لو حقنت كونتراست هشوف حاجه من اثنين، يا اما الفيرست باس ايمج يا اما الديليد ايمج. ده له فايده وده له فايده. الفيرست باس ده يعني ايه؟ بعد ما حقنت الكونتراست بتاعتي، فخلال اول 3 دقائق من حقن الكونتراست ببتدي اشوف اخد الصور اللي هي الفيرست باس. بعمل كده ليه؟ عشان لو في اي جزء في الميوكارديوم هايبو انهانسد، لو في اي جزء في ده طبعا اللي انتم شايفينه ده شورت اكسس، لو في اي جزء في الميوكارديوم لانها هايبو انهانسد يعني مدي له سيجنال في الفيرست باس، ده معناه ان في مايوكارديال انفاركشن. تمام؟ اول 3 دقائق بعد الحقن على طول باخد اللي انتم المنظر اللي انتم شايفينه ده اللي هو الفيرست باس عشان اشخص المايوكارديال انفاركشن. لو استنيت اكتر بقى من 3 دقائق، يعني لو وصلت ل 10 دقائق بعد الحقن، ده اسمه المايوكارديال انهانسمنت ستادي. والفكره هنا ان انا لو لقيت في الليفت فنتريكل اي جزء من المصل حصل له ديليت كونتراست انهانسمنت، ده معناه انه في حصل سكار، حصل فايبروزس. يبقى تاني لو انا حقنت صبغه في اول 3 دقائق الفيرست باس، انا بدور على مايوكارديال انفاركشن. هيبان ازاي؟ هايبو انهانسد اريا، حته كده ايه لو سيجنال. لو انا استنيت وصلت ل 10 دقائق يبقى انا كده بدور على ديليت كونتراست انهانسمنت، وده لو حصل يبقى معناه سكار، مايوكارديال سكار او فايبروزس. طبعا كل سيكونس من دولت اللي احنا قلناه بيبقى ليه فايده. ما تنسوش الفيس كونتراست لو انا شغال على الفلو، حاجه شبه سي اس اف. ما ننساش اللي هو ستيدي ستيت فري بريسيشن لو انا بدور على السيني موفمنت بستخدمه. طيب لو جيت انا بدور على الكرونيال زي ما قلنا، اعمل سي تي ولا ام ار اي؟ الاحسن شويه السي تي، لكن اقدر برضو بالام ار اي اقدر اخد ايه صور للكرونيرز بنفس الايه السيكونس اللي قلناه الاس اس اف بي.
دي برضو صور للايه. ممكن برضو ادرس مش بس الكورونري ارتريز، لو انا عايز اشوف الاورطة والجريت فيزلز، عيان مثلا عنده كواركتيشن اورطة، اقدر اشوفها برضو بالايه بالكاردك ام ار اي زي كده، ده كواركتيشن في الاورطة. كونكلوجن، كاردك ام ار اي تكنيكالي تشالنجينج ان بارتيكولار كومبريهنسيف اندرستاندينج. انت مطلوب منك ايه؟ تبقى عارف الكاردياك ايمجينج بلينز اللي قلناهم في الاول، الثلاثه فيو، في تو تشامبر فيو وفي الشورت اكسس وفي الفور تشامبر فيو، تبقى عارف البلينز كويس عشان تعمل ايه السكان. ثانك يو. شكرا استاذ دكتور يوسف على المحاضره القيمه، وطبعا زي ما احنا قلنا ان برضو كل محاضره من دول ان شاء الله يعني في الايفالويشن عند شركه بي سي او، يا ريت تعملوا ايفالويشن للكورس، اقول لهم يسيبوا لكم ورق كده عشان ايفالويشن، عشان تقولوا لنا انتوا ايه اللي عايزينه في الفتره القادمه، الحاجات اللي انتوا عايزيننا نركز عليها بكورسات متخصصه فيها، اغلب الناس عايزه ايه عشان نقدر نفيدكم في كده. طبعا يشرفنا اخي العزيز ويعني